بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يرحم أميرنا وقائدنا صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح رحمه الله وطيب الله ثراه، والله سبحانه وتعالى يجعل بشائر للناس بمثل هذا التوافق ومثل هذا الترحم عليه والترضي عنه، فقد عرف بالخير وعرف بمثل هذا العفو والصفح والتواضع. لا شك أن الله سبحانه وتعالى جعل مثل هذه الشهادة من الناس لأمواتهم بمثابة البشارات التي فيها الخير له، والنبي عليه الصلاة والسلام قال أنتم شهداء الله في الأرض، فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يرحمه وأن يجزيه عنا خير الجزاء وأن يجزيه خير ما جزى قائدا وأميرا وإماما عن شعبه، فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يغفر له وأن يرحمه وأن يخلف علينا بخير. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يغفر له مغفرة واسعة وأن يجعل ما أصابه قبل وفاته كفارة له وأن يرفع درجته وأن يجعله في المهديين، والحمد لله رب العالمين.